التايكواندو هي رياضة أولمبية، الرياضة اللي عندها أكبر عدد ديال الممارسين على الصعيد الرياضة في المغرب، والرياضة اللي المحببة عند تقريبا أغلبية ديال الشباب يعني المغربي. هذه الرياضة اللي تميزت يعني مؤخرا يعني بالنتائج اللي غدا في تصاعد، لا على الصعيد الإفريقي ولا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد القاري. على الصعيد الإفريقي أنه كيحتل كيتربع كيتربع يعني المغرب أو التايكواندو المغربي على عرش يعني النتائج على الصعيد الإفريقي، حيث أن البطولة الإفريقية مؤخرا كان المغرب حصد جميع يعني الميداليات يعني وكان المرتبة الأولى، ومن بين يعني الألعاب اللي أحلاته يعني الألعاب الأولمبية، والحمد لله كان عندنا يعني تأهلوا لنا يعني لاعبين اللي غيمثلوا المغرب يعني في الألعاب الأولمبية في 2020 اللي تأجلت ل 2021 يعني بالسبب المعروف اللي هو مرض كورونا. ثاني حاجة أن هاد اللعابة اللي تأهلوا لنا يعني خلاو المغرب أنه يكون ودائما كيكون يعني مصاف يعني الدول المتقدمة يعني في هذه الرياضة، لا لاعبا ولا تحكيما ولا تسييرا كما كان نقولوا، لان التايكواندو اصبح كيحظى بواحد المكانه اللي هي كبيره، سواء يعني على المسؤولين الحكوميين ولا على اساس اللجنه الاولمبيه المغربيه اللي هي يعني خدات بعين الاعتبار العاتق ديالها ان هذه الرياضات الاولمبيه اللي ابلت البلاء الحسن يعني وشهدت واحد تطور ملموس لا في التسيير ولا في الانجازات اللي تحققتها على قرابه هاد العهدين المتتابعين. اذا من ناحيه اخرى ان كيف ما كيعرف الجميع ان الرياضه ديالنا اصبح مؤخرا يعني بهذه الجائحه وهاد الظروف اللي كما راكم تابعتوا معنا يعني من المدخل ديال الجمعيه يعني من الباب ديال الجمعيه كان هناك واحد الاعلان، لان كانت السيد الوزير يعني مع الجائحه الظروف الجائحه يعني قدموا اعلان والمذكره بتوقيف الانشطه بجميع القاعات الرياضيه لا الخاصه ولا العامه، واستجبنا لهذا النداء يعني مباشرة يعني بعد المذكرة ديال السيد الوزير يعني أوقفنا الأنشطة يعني دون التفكير في يعني تبعات هذا القرار يعني وطنيا إنسانيا اجتماعيا، يعني قرار طبقناه يعني قرار حرفي يعني، وكيف ما كنعرفوا يعني التبعات عاد بدينا كنحسوها حنايا كمؤطرين كمسؤولين يعني كآباء كمدربين كهذا، يعني ولينا كنعرفوا حسينا بالمسؤوليه ديال هذا، وكمسيرين لان عندنا ابطال يعني في الجهه الدار البيضاء سطات يعني ابطال اولمبيين لانهم خصهم يعني استعدادات، خصهم يعني لا على المستوى النفسي لا على المستوى البدني لا على المستوى التقني لا على المستوى العائلي ولا يعني التكتيكي كذلك يعني من ناحيه في التربصات اللي يمكن كانوا خصهم يجريوها وهذا، ولا على المستوى التحكيمي كذلك يعني، لان ما كنت من بين الحكام الدوليين الحكام اللي يعني متعزل يعني تأهلت من بين الخمسين في العالم في البارا تايكواندو اللي يمكن اللي باش يدوزوا يعني يسيروا يعني البطولة يعني الألعاب الأولمبية لهذا الصنف الرياضي يعني البارا تايكواندو، والحمد لله باش نمثل المغرب يعني أحسن تمثيل يعني في الألعاب الأولمبية. للأسف ما نقولش للأسف رب ضارتي نافعة، كانت عندي بزاف ديال التربصات وعندي بزاف ديال يعني مباريات خارج أرض الوطن يعني في ميلانو في روسيا في يعني هادو كان للتأهيل يعني باش نكون يعني من بين الحكام يعني 30 اللي غادي يكونوا يشرفوا يعني الوقوف يعني على جاهزية أو جاهزية يعني الألعاب الأولمبية لهذا الصنف الرياضي، وكذلك عندنا أبطال كما قلت لك يعني غادي يمثلوا المغرب في الألعاب الأولمبية ديال 2000 اللي هي تأهلت ل 2021 طوكيو.
اذا ناهيك عن، انا قلت لك ما هو دولي، ناهيك عن يعني في الجمعيه ديالنا الممارسين اللي هم مولفين يعني يعتادون يعني على عده تمارين اللي هي انيه وتمارين، لان كتكون العلاقه ما بين المدرب وما بين التلامذ ديالو واحد العلاقه عائليه ابويه. اذا للاسف جاء توقيف يعني بحال واحد متنفس كان عند هاد الوليدات يعني مع الانديه ديالهم. الان كاين قطع يعني من هاد 14 مارس، هاد 14 مارس حنا بالنسبه لنا كان واحد التاريخ حزين وتاريخ غيبقى في الذاكره ما يتنساش، لا سوا لينا سوا الاباء سوا الممارسين ديالنا، لانهم حتى هما حسوا بالغمر وحسوا يعني بهذا الحجر، لان اول مره حنا كيصادفنا هذا النوع من الوباء يعني اللي دار علينا. ناهيك على الاكراهات اللي وقع لنا، الازمات اللي وقعت لنا يعني من يعني تراكمات ديال واجبات الكراء، واجبات الماء والضوء والإنارة، واجبات يعني المستخدمين اللي معاك من كاتبة من يعني عاملات نظافة من يعني مساعدين مدرب مساعد. إذا هاد الأزمة كاملة يعني دارتنا أزمة حقيقية، لا أزمة مالية ولا نفسية. كذلك الجمعيات كذلك على صعيد جهة الدار البيضاء سطات يعني كلهم يعني كانوا مأزمين، والصوت ديالنا كامل كان كيصب في نفس الاتجاه، هو من هل من منقذ يعني لهذه الأزمة اللي احنا وقعنا فيها في هذا الخندق، لأن ما عرفناش كل السبب فيه، ولكن هو واقع ولينا كنعيشوه. ولات إكراهات مؤخرا يعني تعطى أنه باش يفتحوا الناس الانديه ديالهم والجمعيات واستقبلوا، كانت ومع تحمل المسؤوليه احنا ما قدرناش على هاد. فيها بعض الجمعيات اللي استجبوا لهذا القرار، فيها جمعيات اللي ما قدروش يستجبوا لان خاص مواد تعقيم، خاص بزاف ديال الاكراهات، خاص يعني المسافه القانونيه في التباعد. وراك عارف يعني كاين فئات ديال الوليدات الصغار يعني ما غاديش يتقبلوا هذه، يقدر يعني يحترم هاد القوانين الداخليه، يقدر ما يحترمش الشروط ديال الوقائيه. اذا حنا كاين بعض الجمعيات ما قدروش يغامروا يعني توقفوا يعني وقفوا الانشطه ديالهم الى اشعار لاحق، ومن ضمنهم الجمعيه ديالنا. اذا المخاطب الوحيد، ما كاينش مخاطب الوزاره يعني ما عرفناش شكون هذا المخاطب، ما عندناش الحق ان نستافدوا يعني من هذا الصندوق اللي دار اللي يعني اللي ساهموا فيه المغاربه كاملين. اذا ما عرفناش، كنا يعني دائما كانت يعني كنا دائما كنقولوا الراعي الواحد والاوحد اللي عندنا وصاحب الجلاله، لانه هو اللي كيحمي الرياضه والرياضيين، هو اللي بقى لنا، هو اللي كنا دائما كنقولوا يعني يشوف من حال هذه القاعه الرياضيه، لان ما عندناش مخاطب. الوزاره يعني ما كتشوف الاكراه، كتشوف شنو كاين، احنا ما نقدوش. احنا قلنا لهم اودي الاكريه يعني على الاقل واجبه ديال الاكريه ما تعطيوناش حنايا، يعني الاداء يكون لاصحاب يعني هاد يعني المحلات اللي هما حق مشروع ديالهم. ولكن ما مره اخرى ما كنلقاوش يعني الابواب، كنلقاو الابواب موصده للاسف. بالنسبه لنا كنرجع معك يعني السير ديال جهه الدار البيضاء سطات، من يعني حنا حاولنا ندعموا الجمعيات ديالنا بما اوتينا يعني من ذاك الصندوق اللي عندنا يعني في الحساب البنكي. بالنسبه لنا يعني حاولنا درنا المدربين ولا الجمعيات يعني متضررين من جائحه كورونا، درنا لهم تقريبا واحد المبلغ مالي على شكل ثلاث دفعات، والحمد لله استبصروا خير يعني المدربين ولا الجمعيات اللي على الاقل يعني تنفسوا بعض الشيء، وكنا معاهم في المحنه ديالهم. هذه المحنه اللي احنا كاملين كنحسوا بها، كنتمنى على الله يعني تكون ان شاء الله يعني اجوبه يعني شافيه، لان هذا القطاع للاسف لقينا راسنا كنتصنفوا في قطاع غير مهيكل، وهذا محزن يعني محزن للغايه. وكنتمنى ان القطاع الوصي يعني ينقض هذا القطاع وما يخليش في كيف ما تصنف يعني في قطاع غير مهيكل. نتمنى ان تكون واحد الالتفاته من الراعي الاول صاحب الجلاله
الجلاله محمد السادس باش ينقد هاد الممارسين وينقد هاد الانديه، لان هي كان لها الشرف وكان لها يعني واحد الفضل يعني يعني وهذا ماشي كان منه يعني في رفع الرايه الوطنيه لا داخل البلاد ولا خارج البلاد، لان هذيك الرايه في العروق ديالنا، وهاد التيكواندو كيف ما هو اولمبي راه ولا كيسري في الدم ديالنا لا كمدربين كمؤطرين كممارسين، ونتمنى ان يتبدل الحال لاحسن حال.